شوف خل الدرب هذا وراح يما هارض بالون، يعني يبي يجرب البالون، يعني سيارته جديده الله يبارك لها ان شاء الله. شوف الحين اقطع دروب ويمشي بلاي دروب بالون. قلت تاخرتوا كل بقاله انت قاعد بسم الله العظيم كل دكانه المعجزه اللي خاطفتك هاي اقول لك يا رجل هذا قلبها علي الحوسي الله يسمعك الله يسلمك ويعافيك تبيض وجهك يلا وين شوف شوف دماغها تقوم الصيصه هات يا البس منديلك وين منديلك منديلك وين منديلك منديلي ها ها يا فلان هلا ابو ذياب يلا حي يا مرحبا يا شباب شو الحال شوف منديلي هلا هلا لا تشابط وخرنا نحشم هلا ابو ذياب هلا ابو جوهر هلا شو عاد هلا بك الله يبارك لك بجايبك ان شاء الله اشوفك ما تمشي على دروب عيش طلال خلص مهمته طلال بالفرش ما شاء الله هذا واجب ما ادري والله وش شغلته من اليوم انا متهون شفت اللي معه مذاهب بيقول كذا ايوه اي تنه يشتغل تنه يشتغل عنك 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 اقعد وقع يا اخي اقعد وقع نزولك واجب طلال عندنا قهوه انا ما تشفي شوف انا ما تشفي كل ما بمسك لي حاجه القى قدامي ونعم كويس نزولك واجب اطحن القهوه مجورك واجف عط راس سكر والله عط عط راس سكر مجورك واجف لا مجورك واجف يعني عشان قبل ما تقع يا مرك جالس انت قم الله يحييك وجهك على الحين تقول مجورك واجف ابو ذياب الله يسلمك ويعافيك مجورك واجف يا خيي في كيس شو اسمه لا 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 في كيس بالجيب تكرم حق شو اسمه اسود حق المخلفات خبر انتم مزورك واجب والله انا لو اني واجب ما مرسلك بس مزورك واجب انا اي مزورك واجب لا بس اضغطه شوي لا يا قلبي ايوه كم تعرف كلمه سر هنا يسارك يسار 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 منسدح يسار يمين قصدي يمين ايوه شفته عشت ايوه هذا نلقاها لقيته اشوى ما شاء الله الله يقويك يا ابو طبعا معذبنا ابو ذياب الله يسلمك ويعافيك نقنقه بسيطه يا ابو كاتب بس انت فعل مزورك واجب الله يعافيك الله يعافيكم تستاهلون والله اقل شيء هذا ايش قصدك؟ اي ما شاء الله يطرد اي ها شد ما شاء الله تبارك الله يا فلان والله هذا تشوف الدعايات والله انها جميلة بلية وطق طق ما فيه انها رواق اسمع طق طق ما فيه امسك طق 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 انت اقضب ها ها ايوه تبون شيء وانا واقف ها 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 جس 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 ها ما معي جس لا لا باقي كرسي 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 وين الشخوف طلع خالد وين الشخوخ؟ ما ادري وين هو ما جابه خالد طالع معه يشتغل اخر كسر انت بجلس انا بجلس والله انها زينه يا فلان اوه مزور الكويت بلع كاستي يلا خلصوا لنا ذهب يلا يا ابوي كاسي مزور كواجب اي هي هذه لا 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 كبيد ها بارد والله برد وجهك ابو كاتب اسلم هذا طال عمرك حط من قريب اي نفسيه تحس انك أيه. طيب مزور كواجب جب الدلال ونفسيا اعتبر انها صاخنه وهي بارد ان شاء الله برد واعتبر انها صاخنه تقول شابور جاي يعني رجست معليش هزاع والله انك اني اغليك اسمع الذبه الحلوه دقيقه والله دقيقه اسمع الذبه الحلوه طحينيه كله بس غسل وجهه والله هزاع من حلاته وغلاته عندنا اي والله خلاص سالفه وانا جيمه
التمر وانا بالطماجه وانا تتخثى يا رجل مازحه وخلاها سالفه. يعطيك العافيه هزاع. الله يسلمك. ترى الربع هذا اذا تونس هذا يطلع منها نغمات غريبه. ما له طلال شعورك بالكلام هذا؟ الشعور شعور لا يوصف طال عمرك. نعم. في هالربيع طال عمرك بهالخزامة وشوفة وجهك. الله يسلمك. تبي احسن. الله يعني. يا بعد روح. هزاع. هلا. كلمة بهالجو الحلو هذا. جنة الله برضو. بس. مستنسي. برضو. برضو هي. برضو. هي بالارض. وين احنا؟ برضو برضو. تعال يلا سني هزاع. هزاع اخر واحد. شعورك بالجو هذا. جنة الله برضو. جنة الله برضو هذا بيت مذود. اصبر اصبر انا اخذ معي لقاء انا بعد خذ معي لقاء. اسالني كاتب سالني ايش رايك بالجو ايش رايك بالجو هذا جنة الله برضو. يلا هذه تصويرة تدرون. نعم. يلا روح. يلا هذه تصويرة تدرون. نعم. هاي تصوير. احترافية تدرون هذه. حيلك يا بلوي تكفى. لا لا. تكفى تكفى انزلت. هذه احترافات صارت. اي حلوك احترافات. ما هو ينقص معي يبي ينقص على رجلي يعني. شوف ما شاء الله هالجو. يعني الناس تصور من قدام انا اصور من ورا يعني شوف شوف الجو شوف ما شاء الله تبارك الله ايقف يا فلان فر فر بعد فر انت خذلك فره تصميمه يا فلان ورا 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 يلا ورا 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 شرع يلا احسن هاي ورا ورا ها ايش تبغين يا العوض تصورين انا داري ان يسرقون افكاري يا رجل خلاص اوقف يا رجل خلص البنزين انت لا مو كذا توقف اوقف وجهه هيج مشان هيج هيج وقام غر اسلم وش يقول ابن عبار في بيت انا خابر يا خالد ايش تلقاه باليوتيوب اه بيت واحد خابر ايام الشرطان كاسيت اي كاسيت هذا قديم يقول لا تنغر بالدنيا الدنيا بهاميلات ولا تأمن قوائلها لو انت منصب الباشات باشات اي عاد والله بتليها بديش لا لا صح جيبها الليله نطلع الليل. يعيش الليله نجلس عليها والله عاد الشاعر عبد الله بن عبار له حكم واجد وقصايد واجد نصايح وكذا ولا يهونون الشعر بقي الله يا عبد يا وسخ يا رمة والله لا بالمره ترى اخر مره ليه خلاص ما قلت شيء ما ضحكت انا ايش براك هذا ايش براك هنا فدرة نفس الموزة يا رجل خلاص استغفر الله استغفر ما قلت شين انا ما قلت شين حتى انا ما قلت شين استغفر الله قلت استغفر الله افتحوا هذا عصب وياكل هذا معصب وياكل هذا ابو كاتب له بس والله لونه جاكيت حلو هذا كركماني والله تقول جاكيت وغدان ها تقول جاكيت وغد طالبه من جولي شيء معليش هذا رايي يعني هذا شخصيا رايي شخصيا هذا رايي شخصيا يا رجل ما تقيمه هذا تقيمه بعدين تسوي حالك بطل انت بهالطاقيه تسوي حالك فارس انت انت يومك تبحر انت اسمع يا ابن حلال اسمع يا رجل انت باشا على عيني وراسي خليني اسولف انت يومك تلبس هالطاقيه وتبحر وجهك بالمرايه وتعود هذا خلص سالفتك بعدين سيب الله يسلمك عافيك
الله يعطيك العافيه على هالصفصفه يا طلال. يا هلا والله. هي هذه يا فلان انت من اليوم وانت تنعنا يا فلان وحنا اي والله احطها اسمع الله 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 انا يعجبني ابو كاتب لهم عشان عاش يعطيها العافيه ثامر ما شاء الله العافيه ثامر الله يعافيك الله وجهك يعزك يا بعد روح يا ابو حامد تسلم تسلم بس تقول سمنان يا فلان لا لا مو وجهك على قصدي شنوق الله يعزك اي والله حلو اي والله حلو يعلها عافيه ما ادري وش هو العافيه بس يلا الله يسلمك يعلك عافيه بالعافيه العافيه هذا لك فين شر العافيه عند المغاربه وش يقول لك نشر يعطيك العافيه وش يا ساتر ما ادري ما ابغى تفلسف صلاه جبل العيد هذا على حد علمي يعني والله التقييم ضد واحد نيا الاطفاء يا هزاع ابدا ابشر ابشر باللي يطفيها خالد مليتن برد ابو 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 يا رجل عندي قرايب العلم ابو والله صرتها معليش والله انا اسف انا اسف يا رجل انا اسف انا اسف طبعا من السلسله جاي والله ابو قاسم العلم بنشقع عندك فوق تحت اشوف اشوف اي والله انك باحر شلون شاعر الله 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 يا رجل انا تريشت انا خذ انت طف يا رجل هالرجل قطعت يدي ولطر سبعك على الوجه يا مروح هات هات انا طفي انا طفي انا طفي ثقمي اي هي ايوه يعيش يا رجل انا عم خلق الله واجد يا رجل وتاكلها شو اسمه انت لبفك وش يا هذا ما ياكل اللي جاني يا رجل ايش تقول كم تناقل هذا اي يكره الموز ولونه الموز يلبس لون الموز بدنا كيف هو موزة غايل الروح بهاللبس والله العظيم هذا جاء ما شاء الله تبارك ما هو بجي اي ما شاء الله والله ابو كامل نحرف زي كذا جيبك تصبر ان شاء الله باذن الله ايش انا ارجع والله ارجع انا من ربيع النمل وجانا جاي ربيع الفيلا ابو رمان ابو رمان بلا رجع الجيب على عفيف اي رجع رجع يا اخي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله مع السلامه حطيت الله 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 نبي الصوت الصوت هذا الشيء يا طلال ترى بهشراف اي نبي تش نبي اسمع الصوت هذا ابو كاتب ها ابو كاتب الحلوميه وين هي الحلوميه وين الحلوميه بعد شوي مو الحين ها ما ادري يقولون الحلوميه ما ادري اللهم دمها من الله عايز اقوم ادرب يجرب جوا لماذا تضحك بين تصوير المطلب اقول ترى سمعك خالد اقول لك اني مره مطلقه مو خالد ارفع سمعك ما وصل السماعه فوق جرب كثر خيرك يا ابو ذياب يا الهنيعه ما شاء الله الله يعطيك العافيه طلال على الله مساعده مصريه طيب عاش اي ما يخالف ما شاء الله تبارك الله اوه على قفز وين قول انشدك عن رجل صغير براسين جسمه نحيف ولابس له طواقي يفزع البنت انت تسمع الشين والزين واختلها صعب عليها التلاقي وش هذا لغز ولا قصيده لا لغز اي هات قصيده تصور تكرار انشدك عن ورع صغير براسين جسمه نحيف جيب الغنيمه يا ابو سعدون اي نعم
ويا جو تغريمة تعال عشان أصدق تف. كل عافية وصح لسانك. حل اللغز طال عمرك و... لا لا أنت ما حليته. أنت لك لغز. أنت لك لغز الحين هاته يا ما حل الذات. يلقح من الهواء ويلد مع لهاته. أذرف يا لمبات العرس أنت. حل اللغز يا. أذرف. أنت يا رجل يا ما أشوفك تقول حضر لي عرس. يلا أذرف. لا ما تحل اللغز انت بعد هات يا ما حل ذاته رجع للحلقه 103 هات يا ما حل ذاته يلقح من له ويلد مع له هات وشو الوبار لا مولك لو اي عرفته ربط الحليب ولا هو لا ربط الحليب ولا ابو يقول انشدك عن بنت صغيره وحامل حامل ما حد تزوجها ولا جابت عيال هيبة هو تامر ما تعرفها من جامعة تامر على 22 رجل أيوة الحكم ها؟ الحكم نعم ده كل البنت تسبيت البلوت ما لك تكرار أنشدك عن بنت صغيرة وحامل ما حد تزوجها ولا جابت عيال هيبة هو تامر ما تعرفها من جامعة تامر على 22 رجل دلة ما لك لا الدلة والبريد هذه رمعات مفت رمعات مضروبة بذكرة رمعات اللي صح لسانك صح لسانك أبو كاتب لا أنت قلت الكورة هيها رمعها الحق انقال رمعها يا أخوي رمعها رمعة يا أخوي رمعها يوم جاب الفكرة أنا خشيت بالعميق على طول وانت أخذت الزب عبدا أسلم هزاع في لغز ثاني في كاسات عندك يا رجال اسلم ما عندك ابو ذياب دوري كاسات انشدك على الرجل انت ردد ما مشاه كرر انت عارف اي اسلم انشدك على الرجل انت ردد ما مشاه يقضي حياته بين روحه وجيه رياده عيته جاك يكشف خفاياه ردك الموز دون ذنب وقضيه سجنه يجنبك الشقا والمعاناه وين ما لقيته هو تلقى خويه ترى تو قال الحل هذا الرجال الله كلكم ترى قال الحل قبل شوي الموز اي كلكم لا 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 البردغان لا يقول انشد كان حي بالارض ما داج حي بالارض ما داج اسلم ما داج الا بساعه وفاته انا بالنسبه لي معروف شو اسمه حق اصبر خلي كم انت عبد الله عاد معرض وتحلم البيتين لا بابا انشدك عن حي بالارض ما داج الا بساعه وفاته نزل للحيين ولا الحي محتاج ونزل للميت وانقذ حياته شوف انا عارف بس الدلو والماء ما هو صحيح مالك لو عرفت شغل مخك هذا مره اللغز على طلال وطراد ويمكن ابو ذياب اي لكن هذا عاد هذا عاد مره اللغز ايوه ثلاثة مطاع عيد من اول عده من اول اللغز يعرفون يمكن طلال وطراد وابو ذياب شوف لكن عاد اللغز اللي يقول وش فتاة ما تهون وغالية عند الرجال اي لقبوها بالعزيزة من زمان الجاهلية نوب تاتي من حرام ونوب نوب بهجر وحلال ونوب تاتي من سرور ونوب من علة داخلية اوكي جود باي كرر يقول وش فتاة ما تهون وغالية عند الرجال لقبوها بالعزيزة من زمان الجاهلية نوب تاتي من حرام ونوب بهجر وحلال ونوب تاتي من سرور ونوب من علة داخلية الذبيحة مالك الله صح لسانك يا ابو حامد انا بعطيك لغز والله جبتها بالدماغ صرت اسهل بعطيك لغز قاعد افكر بعطيك لغز بدون ابيات انا اتوقع لا ما هو الشيء اسحب العقال كذا اسلم يبي لك انت لازم لغز بسيط عشان تتنشط حلو بعدين ادخل بالعميق ابيات لا انت ادخل عميق عطني اقوى لغز عندك يا رجل احنا جبنا 20 لغز ما حليت ولا لغز لا هزاع جحد لغزي اللي حليته اللي حليته انا لا هذا لغز عبد الله الرمان مو بلغزك انت هو قال كوره وانا قلت الصفيره الرجال قال اسمع افطر صبع على الصلاه اسلم اللغز بعلمك يا مشاري أسلم والله ما عندي لغز ما عندي وانا كل هالتصوير ما عندك لغز يا الغهر
انا بشري انا خلاص. اه يا قهر قهر. اسبوعون على خير يا جماعه والحمد لله ونستونا بالعافيه الله يوفقكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله الله ييسر لهم ان شاء الله تونسنا يلا كالحمد يلا يا كريم بسم الله.